بانه وقفات الله معركه من جهتين، الجهه الاولى هي الكابينه التي تمثل السلطه، سواء كانت سلطه اقليميه او سلطه محليه او اي سلطه. لذلك السلطات اللي حوالي تمنع الحق نغ المشروع، الحق نغ المبدئي ولا مشروع، الحق الدستوري من اجل التظاهر العمل المصلحتي. انا بغينا نوصل هذا الميساج هذا لهذه السلطات، وفي نفس الوقت نوصل هذا الميساج هذا للعامل الاقليمي اللي حنا من هذا المنطقه كنامن بالمؤسسات على اساس انها هي الحل الوحيد اللي غتحل المشاكل اللي كاينه في المنطقه. وكانت هذه الوقفه هذه جات في هذا السياق، ربما عامل الاقليم التواجد ديالو في هذا الاقليم ما دازش عليه بزاف ديال الوقت، ولكن الا ما خبروش على هذا المشروع حنا غنحاولوا نوصلوا ليه الحقائق ربما هو ما عرفهاش حول هذا المشروع. وبغيت ان نوجه الرساله ديالي مباشره للسيد عامل الاقليم. على السيد عامل الاقليم لاننا نتمنى الاخ يعطينا واحد الفيديو ديال المدير باش نكونوا نتواضعوا. علاش عامل الاقليم؟ لاننا كنامنوا مسبقا بان السيد العامل او العماله في اي اقليم هي اعلى سلطه كتمكن الساكنه، وهو بالمناسبه ممثل صاحب الجلاله في الاقليم. وكنامنوا بان هذه السلطه هذه هي تملك الحل والعقد، يعني كل شيء يقدر السيد العامل يتدخل فيه ويسلخه. لذلك كنامنوا بجوج حوايج، اما ان السيد العامل الاداره ديالته ما عرفتش على هذا المشكل لذلك ما تدخلش. اما المساله الثانيه ان السيد العامل براسو هذا الشيء ولكن ما بغاش يدخل، يعني افشال المشروع ديال المنظومه المائيه اللي يتكلمون كان عن قصد، والا كيفاش هاد السلطات الاقليميه وكيفاش هاد الدوله في نهايه المطاف يقدر تشرح لنا انه واحد المنظومه المائيه اللي دار قطع تجهيز ومجموعه من المتدخلين فشل لحد الساعه. حنا ماشي متشائمين لديك الدرجه السيد عامل، حنا كنوصل لك هذه الرساله، لسنا متشائمين حيت درنا هذه الوقفه، حنا متفائلين ملي درنا هذه الوقفه لاننا كنامنوا بشكل واضح وبشكل جري ان عندك الحل. كنامن السيد العامل ان عندك الحل باش تحلينا هذا المشكل، داكشي علاش جينا لهنا. ما درناش الوقفات في الاداره المحليه في القياده ولا في الجماعه ولا في المكتب الخليفي، جينا عندكم هنا كنطلبوا منكم وكنرغبوا فيكم هذا المشكل ديال الماء، هذه الازمه ديال العطش اللي كنعيشوها، وهذا البروجي اللي داز عليه 12 عام وهو ما خدام، تعطيونا الحل. حنا جيناكم باش تعطيونا الحل، ماشي نكونوا ضدكم، لان هناك خطاب كيتروج السلطه المحليه عندنا في البلاد كتروج واحد الخطاب باننا حنا ضد السلطه ولا حنا ضد الاداره. نعم السي حنا كنامنوا بالمؤسسات، حنا مواطنين وكنمارسوا كامل المواطنه ديالتنا، ومن دون هاد الحقوق ديال المواطنه هو التظاهر. لذلك استمرار ممثليكم في المنطقه في التحريض ضد هاد الوقفه تعبروا بانكم ضد هذه السياسه، والا استمرار ديال هذا الحيف ولا ديال هذا الاجهاز على هذا المكتسب ديال حق التظاهر هو الاستمرار ديال السياسه ديالكم سيد العامل. نرجعوا للمشروع ديالنا اللي هو المنظومه المائيه. سيد العامل انا بغيت نوجه لك رساله شخصيا باش علمها، اذا كان هنا شي كيكتب، اذا كان شي واحد هنا كيكتب ولا غيوصل الميساج للسيد العامل، تفضل معنا باش يتقرب يسمع مزيان. تقربوا معنا واسمعوا مزيان، حنا جينا باش تسمعوا، حنا ماشي ضد اي واحد. وصلوا هذه الرساله عافاكم، هذوك اللي كيكتبوا اللي كيدون وصلوا الرساله. حنا التواجد ديالنا هنا اليوم ماشي ضد اي مؤسسه، ماشي ضد اي سلطه، الهدف ديالنا النهائي هو نديروا الوقفه من اجل الماء. حنا ما كنطالبوش بنظام جمهوري، ما كنطالبوش بالانفصال، ما كنطالبوش بالاستقلال ولا شي حاجه من هذاك الشيء، حنا كنطالبوا بحقنا الطبيعي في الماء. والرساله ديال الملك راه معروفه بهذا الشأن، كيقول بانه الوقفات الاحتجاجيه من اجل الماء لم تعد مقبوله. فهذا الشيء كيعني هذه الوقفه كتعني اهانه للوطن والدوله، هذا الخطاب ديال الملك كتعني إهانة للوطن والدولة. ولكن نحن لسنا مسؤولين على هذه الوقفات، حنا ملي درنا هذه الوقفة السيد العامل درنا لأنه عندنا مشكل في هذه المنطقة، والمسؤولين الكبار عندك في الإدارة ديالك هما كيحاولوا وعندهم السياسة لإفشال هذه المنظومة، لإفشال ديال هذه المنظومة. السيد العامل أنا كنوجه لك رسالة، هذه الرسالة موجهة
مسؤولين مشاو وجاو والحالة هي هي 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 سيد العامل سيد العامل انا كنوجهو لك رساله وكنقول لك راه ديك الزيارات المكوكيه وديك الزيارات المتكرره وديك الزيارات العافيه راه ما بقاتش كتفيدنا ما بقاتش كتهمنا. حنا بغينا شي حاجه تدار في ارض الواقع حنا بغينا شي حاجه تدار في ارض الواقع. المشروع راه كاين من 2008 و2009 وتخسرات عليه الملايير من الميزانيه ديال الدوله اي من المال العمومي اللي كنخلصوه من الضرائب ديالنا. يعني هذوك راه فلوس ديالنا راه تم التدبير تماك خسرت تماك واحد مليار و200 وما نجح المشروع. وحنا من 2008 و2009 كننتظروا هذا المسيد السيد العامل وما عندناش حتى حل اخر. راه كانت سياسه الثقوب الاستكشافيه اللي تدارت في المنطقه ديالنا الناس اكتشفت بان ما عندناش لا نب الفرشه المائيه في المنطقه في الجماعه ضعيفه وقليله.